موريس أودان هو عنوان الجائزة التي كانت من نصيب الباحثة في علم الرياضيات كوثر غوماري من وهران، جائزة بعدها المعنوي عميق، فاسم أودان لا يمكن فصله عن نضال الشعب الجزائري وكفاحه من أجل الحرية والانعتاق. محمد رباح باحث في التاريخ وتلميذ موريس أودان يسترجع مختزن ذاكرته حول هذه الشخصية. مات في سبيل الجزائر وطنه، في سبيل الاستقلال، مد حياته في سبيل الاستقلال. حكموه الباراشوتيست في 12 جوان 1957، عذبوه عذاب شديد في إمارة في البيار، وين عذبوا العربي بن مهيدي، وين عذبوا حمد بومنجل وقتلوهم، والمسؤول تاع الاغتيال تاعهم هو أوساريس. وهذاك الوقت قالوا باللي يعني هرب، ومرته جرات عليه، وللآن مانيش عارفة وين راهو مدفون. فمقتل أودان في 1957 من طرف فرنسا الاستعمارية لم ولن يمحي مبادئ مناصرة رجل حتى وإن كان فرنسيا لقضية عادلة. فساحة أودان وكل ما تعلق بها ستبقى شاهدة على رجل لطالما ارتبط اسمه بالثورة التحريرية.